السلام عليكم الاخوان، معكم جان سريدار في نوفيل فيديو. هذا الفيديو غادي نشرحوا فيه صعوبه ديال البيرمي وشنو هو الحل باش انك تنجح ان شاء الله في البيرمي وما يجيك صعيب. اول حاجه خاصكم تعرفوا، بلاتي بدا ندير نهضر حيت ولفتم، اول حاجه خاصكم تعرفوا بلي انا ما خارجش على الكونتوني ديالي هو الماطر، وبحكم انه كاينين ماطر كبار كيتصاغوا بالبيرمي وانا عندي بيرمي الموتور، فمن حقي ندوي على هذا الموضوع. يعني انا راه ما خارجش على الكونتوني ديالي وغنبقى في نفس الكونتوني ديالي ديما ان شاء الله. في تطوان دوزو 86 واحد نجح واحد و85 واحد سقط. المصدر من واحد الباج الفيسبوك، مصدر موثوق، وسولت واحد الصديق ديالي باش من تماش كنهضر من فراغ اللي هو مونيتور كيف ما كتشوفوا هنا، سولته فوكال وجاوبني قال لي اه راه بصح وتقول شي واحد نجح. دونك انا ماشي شفت غير في الفيسبوك او لا يوتيوب، يعني ما اكتفيتش غير بلي ريزو سوسيو داكشي اللي كيقولوا هذا، راه سولت المونيتور الدري الصديق ديالي وها شنو قال لي كيف ما كتشوفوا، قال لي بانه راه صعيب ما يمكنش بدلو السيستم بدلو كلشي، فراه الناس لقاو صعوبه بزاف. الحل الدراري الحل ثم الحل هو انه التغيير، يعني خاصكم طالبوا انهم يشونجيو، او لهذا الشيء ماشي من حقكم نتوما اللي جيتو تشوفوا، هذا الشيء من حق الناس ديال سيارة التعليم اللي حالين داك بروجي ديال سيارة التعليم، خاصهم يدويو على هذا الشيء لانهم كيرجعوا لهم عدد الساقطين دوك المتعلمين في سياقة التعليم، راه كيمشيو حتى لعندهم وكيسقطوا، دونك راه ماشي ما عندهمش الرباح انهم يرجعوا. شوف قبل من هذا الشيء هذا بلا ما ندخلوا في هذا لي ديتاي، الحل عندك انت دوك الناس اللي سقطوا او الله يسر قدر الله وسقطتي، ديك 15 يوم اللي غيصيفطوك انت انك تبريباري فيها دوز لا شونس ثانيه، لا شونس الاولى سقطتي فكاينه لا شونس الثانيه ديال 15 يوم، خاصك انت ترجع وتقلب مزيان دير دي غوشيرش ديالك على الاسئله واخا ماركين اسئله جداد، وتبقى تمشي سياره التعليم باش تعمر الباكاج ديالك مزيان وتعرف الاسئله كيفاش كيتحطوا، وان شاء الله في ديك 15 يوم غادي تنجح في لا شونس الثانيه غادي تنجح. والسياقه السياقه راه سهله، راه تكون انت ديجا قبل ما تمشي الكود وقبل ما تقول لهم يدفعوا الدوسي حتى كتشوف راسك راك ميتريزيتي السوغان والكود، عاد كتقول لهم دفع لي الدوسي. دونك السياقه راه غتكون انت كتعرف، لا انا دويت على الكود. انا صراحه ما نكذبش ليكم، انا دوزت بثقافه عامه، انا الجينيراسيون ديال شحال هادي برومو ديال 2021، انا الحمد لله واعوذ بالله من قوله انا كنجاوب باش بثقافه عامه وبشويه تريكيل فيه، اصلا انا كنبقى في التخيبير، راه المونيتور اللي كيتسولت في البدايه ديال الفيديو راه الصديق ديالي هو نيت اللي علمني السوغان، وكيبقى يقول لي جي تحفظ، انا ما كنتش مسالي للحفاظه، علاش؟ كنت مسافر في مراكش في 2021، كنت مسافر في مراكش وما كنتش مسوق البيرمي الدراري، كنقول له صافي دابا نجي، ولكن انا ما نكذبش عليكم، انا ذكي، كندخل البي دي افات، كنبدا نقلب، كنشوف الاسئله اللي كيتحطوا، كندير دي غوشيغ صغار، مثلا منطق، كاينين شي اسئله، راه ما نكذبش عليكم، كيتشوف شدني الضحكه حيت كنتخيل راسي نهار نجحت السيد ما فهم والو، المونيتور ما فهم والو، قال لي راه في شكل انت، وكانت معنا واحد الدريه سقطات وهي كانت كتحفظ، قال لها هذا راه ما كانش كيجي، راه قال لها معنا ديك الدريه كنعرفها، قال لها راه ما كانش كيجي هو نجح، وانت ديما كتجي وما نجحتيش. ما علينا الدراري، ماشي هذا الموضوع ديالنا. المهم باش ما نطولش عليكم دغيا، انا كنجاوب بثقافه عامه حيت كاينين شي اسئله ديال المنطق، كتشوف مثلا واحد قاطع وهو كيقول لك مثلا في السؤال الاول واش تخفف السرعه وتزيد او لا، السؤال الثاني توقف، راه باينه غتوقف راه اسبقيه الراجلين، وسير شوف فاش كيكون في باساج بيطون، دونك كاين شي لعيبات راه ساهلين، انا هذا عاقل على هذا السؤال كنحطوه وكنشوفه. دونك دابا نوريكم واحد الدري دوز البيرمي هنايا غتشوفوا شنو قال على البيرمي. واحد السؤال حطوه لينا حنايا اللي قال لك واحد غادي سايق الطوموبيل وسكران إنا قرع سكر بها، واش هذا السؤال يتحط؟ يما سمعتوا واش قال الدراري؟ أنا قريت واحد الكومونتير الأول ديال لا فيديو، واحد كاتب إلا بغيتي تجاوب على هذا السؤال خاصك تكون سكير. عرفني والله تعرفني. ندوزو الإخوان المجتازين الثاني تا هو شنو قال؟ حاط لك دري صغير الله في الطوموبيل، قال لك هذا من يدير قصيدة الله يستر. واش يمكن له ياكلها في راسه ولا في كرشه ولا في صدره باش غادي تعرف واش انت طبيب؟ والله ما كذب، حيت داكشي ديال الله سبحانه وتعالى هو اللي عارف فين غتوعات وفين غادي تلعق، هذا ما كان. ندوزو المجتازه رقم 3 الدريه اللي حطوا ماشي لوجيك، شي اسئله في شي شكل بحال دابا دري صغير هزاه مو، الا درت قصيده واش غيتجرح في عنقه ولا في راسه ولا في كرشه؟ باش نعرف انا هذا الشيء اصلا الدري نفس الدري اللي قبل منه، دونك نفس السؤال تعاود، داكشي ديال الله سبحانه وتعالى، ما عرفتش هذا السؤال علاش عطاوه، علاه ما عرفتش صراحه، ما عرفتش
شوفوا اللي عندكم بيرمي قديم راه خاصكم تحمدوا الله وتشكروا، سيرتو الا كان عندك بيرمي ديال الطوموبيل والموطور. انا عندي بيرمي ديال الطوموبيل والموطور نوري لكم. الحمد لله والله الا الحمد لله. شوف هاد البلاد اي حاجه كتخاد خاصك تاخذها صافي. قالك الباك يتخاد خاصك تاخذه، قالك ليسونس خاصك تاخذه، قالك بيرمي خاصك تاخذه، شي واحد النهار توقف عليه صافي. انا كنت كنفكر هكا دوزتو شحال هادي واخا ماكش محتاجو ونحتاجيتو دابا. ها هما دارو لي مواد القانون كون ماكش دوزتو كرا مشكل. ها هو ديال انا الطوموبيل والموطور. المهم راه غنطرق لي زانفورماسيون ديالي واللعيبات. اي حاجه كتخاد خاصك تاخذ، ولكن المشكل باقي لي ديال الكاميه وباغي ندوز الكاميه وغنجح فيه ان شاء الله. بهاديك الثقافه عامه ديالي غنجح فيه ان شاء الله خوت. الحل الاول هو انهم خاصهم ييسروا معاكم اللي هو التغيير، وخاص صراحه ماشي نتوما اللي غدوزوا امتحان اللي دويو، خاص اللي عندهم سياره التعليم هما اللي دويو، هما اللي يدويو مع سميتو وزاره النقل، هما اللي يدويو هما اللي طالبوا بهذا الشيء هذا بانهم خاصهم ينقصوا عليهم باش ما تنقص لهم الخدمه شويه، هما اللي خاصهم يدويو صراحه. الا ما كانش هذا الشيء وبقى هذا القانون هذا بقى غادي هكا، دونك لو شوا كيبقى عندك انت، انت اللي غتحدد مصيرك واش باغي تنجح ولا ما باغيش تنجح. شفت بزاف في المدن كيف ما قلت لكم في البدايه ديال الفيديو، تطوان راه دوزوا تقريبا 86 واحد اليوم في شهر 26 في شهر 3 2024، باش تعرفوا امتى دوزوا امتى سقطوا، باش شدوا معايا الريتم. اليوم نهار 26 اللي حنا في رمضان، دوز 86 واحد وسقطوا 85 ونجح واحد، دونك راه ما يمكنش، راه داك الشيء صعيب. دونك الا ما كانوش هما غينقصوا خاصكم نتوما تحافظوا 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 مزيان وتخدموا عقلكم، تستريساوش نهار الامتحان، وتحفظوا في سيارة التعليم، وتحفظوا في الدار، وتكونوا تسوقوا مزيان، وان شاء الله ما يكون غير الخير. نقول الراي ديالي علاش صعبوا هاد البيرمي، انه المغرب عنده واحد الفيزيون هنا لقدام الونغ تيرم، يعني باغيين يقادوا مثلا السياقه، الحوادث ما يكثروش، بنادم يولي يعرف كيفاش يسوق مزيان، لانه صراحه حاليا كنعرفوا بزاف بنادم عنده بيرمي وكيدير اغلاط في الطريق وما كيعرفش يسوق وما كيعرفش في اللي عنده اسبقيه وكذا وكذا. يعني عندهم واحد الفيزيون هنا لقدام اللي هي زوينه، باغيين من هنا لقدام ان شاء الله ينقصوا الحوادث، وبنادم يولي مزيان عارف قانون السير كيفاش داير، ويعرف مثلا كيفاش يسوق، يضبطوا الامور ديالهم في السياقه، ما يكثروش الحواجز، سيرتو المغرب تابعينه بزاف الحوايج من هنا لقدام غينظمهم. وبزاف مثلا بزاف البلايص كيقادوهم. هذا ما كان، هذا الراي ديالي، وقولي الراي ديالك انت بارطاجيه معايا في لي كومونتير.